الرز المصري بتاعنا الجميل، مش البسمتي ولا اي حاجه. الرز المصري ده يا جماعه حضرتك لو عايزاه اصفر بتحطي له كركم، ما بتحطيش كركم وما بتحبيهوش طيب حطي كاري، لو عايزاه احمر حطي بابريكا، لو عايزاه اخضر هتحطي فيه حزمه بقدونس كده متخرطه ومحطوطه في شاشه، هتبقى طعمها بقدونس او شبت او كزبره وات ايفر، وهتديكي اللون الاخضر. انا بعمل ايه بقى؟ بس انت لو عايزه الصح كقيمه غذائيه المفروض ان انت ما بتحطيش الكركم اللي انا هحطه عشان الون بيه الرز، ما بتحطيهوش في الاول، المفروض تستني لما الرز يستوي معاكي خالص وبعدين حضرتك بتبدأي تحطي الكركم علشان قيمته الغذائية تبقى فيه، تحطيه في الآخر. يعني أنا المفروض أستنى لما الرز ده يستوي كرز أبيض مصري عادي جدا، أشوحه كده بشوية زيت، أحط له بس شوية ملح وشوية فلفل أسود، وهحط له المية، ولما يستوي هحط له الكركم أهو، شوية ملح وشوية فلفل أهو، خلاص كده. وبعدين نشوحه كده اهو. طبعا يا جماعه عايزه اقول لكم ان الاكله دي سهله وسريعه وجميله وهتغنيكي عن انك تروحي تشتري الساندوتش. يا جماعه والله العظيم ثمن الساندوتش الواحد لو انت حضرتك عملتيه في البيت هيخليكي تاكلي البيت كله، مش محتاجه خالص خالص انك انت تشتريه من بره اهو. حط بقى الميه بتاعتنا، المفروض ان الميه بتغطي الرز المصري فوقيها بعقله صباع، خلاص. وبعد كده بنعمل كده، هيغلي لمده 3-4 دقائق، وبعدين حضرتك هتوطي عليه للنص وتحطي تحتيه شياطه اللي هي بتعليه من على النار شويه علشان يطلع مفلفل. وقبل ما تطفي عليه على طول انا بس بقول لك حاجات بسيطه تعمليها في البيت هتبقى حلوه قوي، حته زبده كده هتعلي معاكي الطعم. طيب احنا هنا بنعمل ايه بقى؟ احنا هنا عايزين نشوح الفراخ الحلوه بتاعتنا دي. احنا ممكن بس ايه نحط هنا دي هنا ودي هنا عشان نخلص وننجز اهو كده. طيب انا دلوقتي انا مستنيه ايه بقى؟ انا مستنيه الفراخ دي انها تستوي معايا وتتشوح، وزي ما قلت لكم يا جماعه الموضوع مش محتاج مقادير كتير ولا حاجه. طب يا نهلا احنا عايزين نزود الفراخ ونعلي القيمه الغذائيه. اوكي حبيبتي حطي فلفل الوان براحتك، بس انا بقول لك على الساندوتشات اللي الولاد بيتجننوا عليها بره بتبقى عباره عن ايه؟ التوميه، الخيار المخلل، الفراخ، العيش السوري وبس، مش بيحطوا جواها اي خضار. لكن حضرتك عايزه تزودي القيمه الغذائيه طبعا مفيش مشكله خالص. انا دلوقتي الخيار بيتخلل معايا والمفروض ان انا اعمل لكم حالا التوميه السريعه، مش التوميه السوري الاصلي، انا دي بعملها السريعه، ممكن السوري الاصلي نبقى نعملها بعد كده ان شاء الله. طيب